رجعنا بنتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان في صباح الشروق. وربي ما تحرم بيت من الاطفال، كل اسره وكل زوجين بيحلم بانه يكون عندهم اطفال ابناء يسندوهم في المستقبل، ودي مكونات الاسره، من مكونات الاسره واحد ايقونات الاسره الاساسيه الاطفال والانجاب. لكن في بعض الاحيان بيحتاج لانه يكون في تنظيم من قبل الزوجين، تنظيم لاسرتهم بناء على اختبارات كثيره، اختبارات مهنيه، وضع مادي، او حتى اي اعاقات قد تؤثر على الانجاب وتؤثر على صحه الام. وكل هذه الاشياء مرتبطه بجهات مختصه في عمليه تنظيم الاسره. اليوم هنتكلم عن عملية تنظيم الأسرة السودانية تحديدا، وداخل الاستوديو معنا الأستاذة أحلام حسن النعيم من جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك أستاذة أحلام، صباح الخير عليك. صباح النور عليكي، شكرا للاستضافة. الله يخليك. أستاذة أحلام، نتكلم عن حاجة بفكرة عامة عن جمعية تنظيم الأسرة السودانية، نتكلم عن كيان مهم جدا في المجتمع يعني. نعم، شكرا جزيلا، واشكر قناة الشروق والسادة المشاهدين. حقيقة يعني جمعية تنظيم الأسرة السودانية على المستوى الاتحاد يمكن تأسست سنة 1965 على أيدي نخبة من اختصاصية أمراض النساء والتوليد آنذاك يعني. وكان السبب الأساسي اللي أدى لتأسيس الجمعية وفيات الأمهات والأطفال. كان في إشكالية بتاع الزواج مبكر، فتأسست الجمعية على المستوى المحلي والوطن عام 1965، وانتقلت للصفوف الدولية سنة 1972، دخلت منظومة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إقليم العالم العربي. يمكن على المستوى الولائي تأسست جمعية تنظيم الأسرة فرع ولاية الخرطوم سنة 1999، برضه مسجلة في مفوضية العون الإنساني الولاية، وعندها اتفاقية فنية مع إدارة المنظمات وزارة الصحة ولاية الخرطوم. نعم. طيب أستاذ، احنا بنتكلم عن المجالات والمشروعات اللي بتعمل فيها جمعية تنظيم الأسرة السودانية. يمكن في استراتيجية في جمعية تنظيم الأسرة عندها محاور كثيرة جدا، من أهمها تقديم خدمات الصحة الإنجابية عالية الجودة. يعني يمكن ده المحور الكبير والمحور الأساسي. عندنا تاني الدعوة والإعلام الأدفوكاسي والعمل بتاع الإعلام. عندنا الشباب، المنهج الإنجابي الشامل اللي هو برضو جزئية بتختص بجزئية الشباب، بجانب الأنشطة الأخرى والمشروعات اللي هي كل في مجاله. يعني يمكن أكثر المشروعات أو أكبرها يعني الجمعية شغالة فيه مشروع الصحة الإنجابية المتكامل للمرأة اللي هو اختصار ويش، Women Integrated Sexual Health. يمكن ده أكبر مشروع الآن الجمعية شغالة فيه، بجانب مشروع خدمات رعاية ما بعد الإجهاض للسيدات، بجانب مشروع ختان الإناث، مكافحة ختان الإناث، إضافة لأنشطة الجمعية الأخرى اللي بتخص الشباب والمنهجيات اللي بتخص الدعوة والبحوث والإعلام. جميل، يعني دي كلها مشروعات ومجالات عديدة تعمل فيها جمعية تنظيم الأسرة السودانية. بالنسبة لتوجه بعض الأسر، هل بيكون بصورة مباحة بدون أي تخوف أو أي مشكلات؟ ما لقي أنه الأسرة تتوجه مباشرة لمقر الجمعية في ولاية الخرطوم وفرع ولاية الخرطوم علشان ما يكون في استشعارات من قبل الخبراء وتوعية وتثقيف، ولا الجمعية بتقوم بإقامة بعض الورش مثلا يعني للأمهات؟ هل في بيكون في ورش ميدانية، في جولات ميدانية؟ تكلمتي عن مشروع ومشاريع عديده، من ضمنها حتى مشروع الشباب، اشراك الشباب في مثل هذه المبادرات المهمه وفي العمليه اللي بتقوم بها الجمعيه تحديدا يعني، او المجال اللي بتعمل فيه الجمعيه. كيف طيب بيكون التوعيه والتثقيف بالنسبه للامهات والتوجيه والارشاد؟ يمكن نحن جمعيه تنظيم الاسره فرع ولايه الخرطوم يمكن بتشرف على مراكز متحركه ومراكز ثابته. يمكن عندنا 3 مراكز ثابته، واحد من المراكز موجود اصلا في مقر الجمعيه اللي هي الطائف مربع 22، ده المركز المتكامل في الطائف. في ثاني مركز متكامل في منطقه شرق النيل في الريف اللي هو مركزنا بتاع التعويضات. المركز دي المراكز دي طبعا دعم من وزاره الصحه يعني. المراكز هي تعاقد مع الوزاره، لكن الجمعيه بتقوم بالتسيير الكامل والمتكامل للمركز.
فمن توفير معدات طبية، من توفير كوادر، من توفير صيانة، من التدريب. عندنا برضو مركز تاني في منطقة الشيخ أحمد ود بدر الريف الجنوبي، دين المراكز الثابتة اللي هي الجمعية بتشرف على إشراف كامل. عندنا عيادة متحركة، الموبايل كلينيك ده بيطلع بخارطة الاحتياجات اللي هي نحن بناخدها من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بجوب الخرطوم. يعني يمكن بيشتغل على منطقة أم بدة، بيشتغل على منطقة أم درمان، بيشتغل على منطقة شرق النيل، بيشتغل في ريف بحري. نحن عندنا جلسات بتاع التوعية للأمهات في المركز، دي ثابتة يوميا بيقوموا بها مقدمين الخدمة للأمهات اللي بيجوا للتطعيم، للتحصين، لتلقي الخدمة عبر الأخصائي. المركز دي كلها فيها اختصاص نساء وتوليد، فهم بيجوا بيلتقوا الخدمة، وفي إعلام طوال باستمرار على مستوى الكميونيتي، لأنها هي مناطق ريفية شوية بعيدة. ممكن بنستعين بالشباب وبالغابلات الموجودات في المنطقة، هم يعني بيعملوا أعمال عمل التوعية والتثقيف الصحي والإرشاد، والسيدات والأمهات في سن الإنجاب بيتلقوا الخدمة في المراكز. جميل جدا. طيب أستاذة أحلام، يمكن الجمعية بتستقبل يعني العديد من الحالات المرضية الباردة، لكن في أي الحالات بيتم تحويل الحالات للمستشفيات الكبرى يعني نقدر نقول؟ نعم، عندنا ده سؤال طبعا مهم، وعندنا نظام تحويل. يعني الجمعية عندها سيستم اسمه الريفيرال سيستم، اللي هو اتدربت الكوادر على كيفية الكوادر الطبية الموجودة في المراكز على كيفية تحويل الحالة الطارئة أو الحالة الحرجة، اللي هو المركز مثلا ما بيقدر يقدم لها خدمة، بنقول لها يعني بنقول لها المصطلح الطبي الإميرجنسي. فعندنا المراكز بتاعتنا دي الطبيب بقيم الحالة، بقيم الحالة الصحية، إذا كان ما في مانجمنت لها في المركز طوالي أقرب مستشفى حكومي بتكتب ريبورت عن الكيس، وبيدوها فورمة بتاع التحويل بتخص السيدة اللي هي محتاجة للخدمة. غالبا المناطق لأنها مناطق بعيدة، فبنحول الحالة بعربية الجمعية، وبتمشي بيمشي معاه مقدم الخدمه دائما، بشيلوا الفورمه والفايل الخاص بالمستفيده مطلقيه الخدمه، بيسلموها للمستشفى. بعد كده عندهم نظام في المراكز، بيتصلوا هاتفيا بالسيده وبتابعوا الوضع بتاعها بعد ما هي تلقت الخدمه في المستشفى الحكومي. كل ده يعني دور واضح من الجمعيه، جمعيه تنظيم الاسره. لكن استاذ احلام، نحن الان امام مرض لعين جدا يعني، وهذا المرض يمكن اثر على المجتمعات بصوره كبيره جدا، وكل الجمعيات، كل الجهات الطبيه، كل المختصين بيعملوا على محاربه هذا المرض. يمكن الجمعيه دور واضح جدا في محاربه مرض السرطان. والله يعني يمكن انا شخصيا مهتمه بالموضوع ده يعني كثير، بجانب يعني اهتمام الجمعيه بالجزئيه بتاعت التوعيه بسرطان الثدي، يمكن انا برضو عندي اهتمامات شخصيه، لانه المرض يعني زي ما تفضلت انه انتشر كثير، ويمكن يعني في بدايته ممكن الناس تتلافى الخطر، وعشان كده احنا دائما عبر منافذنا الثابته عبر الموبايل كلينيك التوعية بتاعت الخاصة بسرطان الثدي دي مستمرة عندنا، من الأنشطة المستمرة بنوعي الأمهات، بنعمل دربنا القابلات على كيفية تقديم الكشف الذاتي للسيدة، وحتى السيدات اللي بيجوا للمتابعة تحت الحمام نحن بنوريهم كيف يكشفوا كشف ذاتي، بجانب إنه عندنا الكشف مجان في مراكزنا اللي هو بواسطة جهاز اسمه الماسح الضوئي، بيديك مؤشر اذا كان الثدي طبيعي او ما طبيعي. بعد كده بنطبق نظام التحويل اللي انا ذكرته سابقا للمراكز. يمكن عندنا يعني تعاون مع جمعيه المبادرات النسويه اللي هي مختصه بموضوع الثدي ده، بنحول لها الحالات اللي بتكون عندنا يعني فيها شك انه يعني ما طبيعي مثلا الثدي، فبنحول وبنتابع، بيكون برضه اتصال لهات وبنتابع. ايضا الجمعيه يمكن عندها كان دور كبير جدا عبر فروعها كلها الموجوده اللي هي
عندنا 13 فريع منتشرة في 13 ولاية، بنشارك في الحملة الوردية. بيكون في توعية على مستوى المدارس الثانوية، بيكون في توعية على مستوى مراكزنا الثابتة المتحركة، بيكون برضو في توعية في الأحياء في الريف، بنقدم الكشف مجاني عبر التوعية ده. دايما بيكون مقدمنا الخدمة قاعدين بالأجهزة، بيقدم الكشف المجاني برضو. الموبايل كلينك أو العيادة المتحركة دي عندها دور فعال جدا بالمناسبة. ممكن اتحركنا في مؤسسات برضو للسيدات، عملنا كشف وبرضو الريف، يعني حتى في حالات كثيرة كان تقريبا ما طبيعية حولناها للمراكز. فالجهود مستمرة يعني في مسألة الكشف. يعني الجمعية دورها واضح زي ما ذكرت في محاربة السرطان، لكن يعني يمكن ذكرتي سرطان الثدي، يمكن لأنه واحد من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة جدا، ويمكن محاربتها إذا ما تم الكشف المبكر باعتبار أنه هو حياة بالنسبة للسيدة. لكن بالنسبة للسيدة أيضا يمكن واحدة من الأمراض الخطرة اللي هو سرطان عنق الرحم. نعم. هل في اهتمام برضه بالجمعية بالموضوع تحديدا، خاصة بنتكلم عن تنظيم الأسرة؟ يعني والله كمان نحن في اهتمامنا في سرطان عنق الرحم أكبر من اهتمامنا للثدي، ويمكن يعني دربنا كوادرنا كلها على مستوى الولايات كلها وعلى مستوى الخرطوم في أخذ المسحة، مسحة عنق الرحم. وكان بتذكر التدريب كان في مستشفى شوبة الجامعي على ايدي اختصاصيين يعني متخصصين. ويمكن يعني الخدمة دي متوفر في مراكزنا، وعندنا اختصاصيين نساء وتوليد برضو، وناس المعمل برضو تدربوا على الحتة دي ومقدمين الخدمة. ونحن في مشروعنا اللي هو شغال من 2019 حسنا 3 سنين، مشروع المرأة المتكاملة الصحية الإيجابية، جايانا أجهزة متطورة جدا في كشف الثدي، ودي برضو نحن بنعلن ليها إنه يعني السيدات يجوا كشف الثدي وكشف عنق الرحم. نعم. وزي ما قلنا يعني الوقاية أو المعرفة المبكرة يعني وقاية تقريبا. نعم، الكشف المبكر حياة دائما. نعم نعم. كل التوفيق لجمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية الخرطوم وكل الفروع في ولايات السودان المختلفة على دور الفعال تحديدا تجاه الأسرة، تجاه المرأة، وتجاه تنظيم أو مفهوم تنظيم الأسرة. شاكر لك كثير جدا أستاذة أحلام حسن النعيم من جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية الخرطوم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا لك أستاذة. نعم. بنتواصل أكيد.